عندما يتحدث فرات ذهابا وإيابا عن يارين في المعرض ويلوم إيكين على عائلته، يندلع قتال كبير بينهما. يعلم قدرت أن فيروزا قد مات ويطارد جريمة القتل. في حين أن علاقة إيكين ويارين تزداد دفأ، فإن وعي عائشة جول بالوضع يزداد سوءا. ينصب فرات فخا كبيرا لإيدا من أجل الوصول إلى الماس في أسرع وقت ممكن. بينما يلاحق قدرت فيروز وماضيها، سيتعين على يارين مواجهة الحقائق المخفية عنها واتخاذ قرار. يارين يشعر بالصدمة بعد الصفعة التي تلقاها من عائشة جول. قرر مغادرة القصر مع إيدا. تعتمد إيدا على الأموال التي ستأتي من الماس، لكنها لا تعلم بالفخ الذي أعده لها فرات. عندما يدعم إيكين واو قدرت الفتيات، تشعر آيشغول بالحزن لكنها تتلقى المساعدة. ضيف إيدا واو يارين غير المتوقع يقلب كل خططهما رأسا على عقب. عندما يعلم نيفال أن لدى كودريت ابنة، يبدأ في تعقب يارين والاقتراب منها خطوة بخطوة. من ناحية أخرى، سوف يتعلم كودريت حقيقة عظيمة عن والدة يارين فيروز. تخفي إيدا الماس الذي أخذته من حقيبة فرات من يارين، وتبدأ الفتاتان العمل كخادمتين في القصر. فرات الذي يعيش في وضع صعب ينتظر فرصة لأخذ الماس من بناته. عائشة جول التي تشعر بالغيرة من يارين من إيكين تريد اكتشاف ضعف الفتيات. بينما تعمل يارين كخادمة في منزل قدرت دون أن تعرف أنه والدها، تبدأ إيدا في وضع خطط جديدة لهما مع الماس الذي في يدها. نيفال الذي لا يشك في هوية يارين اهتز من المعلومات الصادمة التي عرفها. يارين وإيدا يغادران السكن ويذهبان إلى أسطنبول. تخبر إيدا يارين أنه تم قبول طلب الوظيفة، فهو يسمح لهم بالاستقرار في مكان العمل والمنزل الذي ينتمي إليه فرات بالفعل. وبينما تعيش الفتيات الإثارة والسعادة في تأسيس حياة في هذا المنزل لأول مرة، تعلم يارين أن إيدا كذبت عليها، وتصل مسارات إيدا ويارين إلى حد الفراق. وبينما الأحداث التي تحدث في عيد ميلاد يارين تقلب كل خططهم رأساً على عقب وتأخذهم نحو المجهول، ستجرها يارين إلى الحقائق المخفية عنها في ماضيها والتي لا تعرفها. إيدا ويارين فتاتان صغيرتان نشأتا في دار للأيتام في بورصة، وتحاولان مواساة وحدتهما من خلال قبول بعضهما البعض كأخوة. يريد يارين أن يصبح طبيباً من خلال اجتياز امتحان الجامعة والالتحاق بكلية الطب. من ناحية أخرى، تركت إيدا المدرسة الثانوية وتعتقد أنها لن تصل إلى أي مكان من خلال الدراسة. بينما يريد كلاهما أن يبدأ حياتهما الخاصة الآن وقد بلغ 18 من عمرهما، فإن مصير الفتاتين سيتغير تماماً بشكل مأساوي بعد حفلة منزلية تذهبان إليها. بينما تذهب يارين في رحلة نحو أسرار ماضيها التي كانت بعد إبعادها عنها، تبدأ إيدا في تحويل كل الأزمات إلى فرص في هذه الرحلة، وتدرك أن الحياة مدينة لها، وهو يفكر، وإذا لم يتم سداد هذا الدين مع حسن الحظ، فإن إيدا مصممة على تحصيله وجهاً لوجه. يارين يشعر بالصدمة بعد الصفعة التي تلقاها من عائشة جول. قرر مغادرة القصر مع إيدا. تعتمد إيدا على الأموال التي ستأتي من الماس، لكنها لا تعلم بالفخ الذي أعده لها فرات. عندما يدعم إيكين واو قدرت الفتيات، تشعر آيشغول بالحزن لكنها تتلقى المساعدة. ضيف إيدا واو يارين غير المتوقع يقلب كل خططهما رأسا على عقب. عندما يعلم نيفال أن لدى كودريت ابنة، يبدأ في تعقب يارين والاقتراب منها خطوة بخطوة. من ناحية أخرى، سوف يتعلم كودريت حقيقة عظيمة عن والدة يارين فيروز. تخفي إيدا الماس الذي أخذته من حقيبة فرات من يارين، وتبدأ الفتاتان العمل كخادمتين في القصر. فرات
الذي يعيش في وضع صعب ينتظر فرصة لأخذ الماس من بناته. عائشة جول التي تشعر بالغيرة من يارين من إيكين تريد اكتشاف ضعف الفتيات. بينما تعمل يارين كخادمة في منزل قدرت دون أن تعرف أنه والدها، تبدأ إيدا في وضع خطط جديدة لهما مع الماس الذي في يدها. نيفال الذي لا يشك في هوية يارين اهتز من المعلومات الصادمة التي عرفها. يارين وإيدا يغادران السكن ويذهبان إلى أسطنبول. تخبر إيدا يارين أنه تم قبول طلب الوظيفة، فهو يسمح لهم بالاستقرار في مكان العمل والمنزل الذي ينتمي إليه فرات بالفعل. وبينما تعيش الفتيات الإثارة والسعادة في تأسيس حياة في هذا المنزل لأول مرة، تعلم يارين أن إيدا كذبت عليها، وتصل مسارات إيدا ويارين إلى حد الفراق. وبينما الأحداث التي تحدث في عيد ميلاد يارين تقلب كل خططهم رأساً على عقب وتأخذهم نحو المجهول، ستجرها يارين إلى الحقائق المخفية عنها في ماضيها والتي لا تعرفها. إيدا ويارين فتاتان صغيرتان نشأتا في دار للأيتام في بورصة، وتحاولان مواساة وحدتهما من خلال قبول بعضهما البعض كأخوة. يريد يارين أن يصبح طبيباً من خلال اجتياز امتحان الجامعة والالتحاق بكلية الطب. من ناحية أخرى، تركت إيدا المدرسة الثانوية وتعتقد أنها لن تصل إلى أي مكان من خلال الدراسة. بينما يريد كلاهما أن يبدأ حياتهما الخاصة الآن وقد بلغ 18 من عمرهما، فإن مصير الفتاتين سيتغير تماماً بشكل مأساوي بعد حفلة منزلية تذهبان إليها. بينما تذهب يارين في رحلة نحو أسرار ماضيها التي كانت بعد إبعادها عنها، تبدأ إيدا في تحويل كل الأزمات إلى فرص في هذه الرحلة، وتدرك أن الحياة مدينة لها، وهو يفكر، وإذا لم يتم سداد هذا الدين مع حسن الحظ، فإن إيدا مصممة على تحصيله وجهاً لوجه. يارين يشعر بالصدمة بعد الصفعة التي تلقاها من عائشة جول. قرر مغادرة القصر مع إيدا. تعتمد إيدا على الأموال التي ستأتي من الماس، لكنها لا تعلم بالفخ الذي أعده لها فرات. عندما يدعم إيكين وو قدرتي الفتيات، تشعر أيشغول بالحزن، لكنها تتلقى المساعدة. ضيف إيدا وو يارين غير المتوقع يقلب كل خططهما رأسا على عقب. عندما يعلم نيفال أن لدى كودريت ابنة، يبدأ في تعقب يارين والاقتراب منها خطوة بخطوة.